السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله فيديو جديد غيكون غلاس بالنكهه ديال الرايبين، وممكن نعوضوا بلاصه الرايبين نديروا الحليب. ما نساوش الصلاه على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عندنا رايبي، هذا رايبي يعني كاس صغير اللي كيدير درهم، يعني بحال قلتي عندنا جوج ديال ولا دوك جوج دراهم، واللي خدا الصغير ياخذ ربعه ب 4 دراهم. عندنا كريم شونتي اولا الكلاص اولا الكريم السائله على حسب كل واحد والموجود عنده، وكاس ديال الحليب. هاد المكونات كلهم باردين، ضروري يكونوا باردين مزيان. غنوضعهم في الخلاط وغنرجع معكم. كما شفتوا معنا درت هنا كاس ديال الحليب اللي بارد، ضروري هاد المكونات يكونوا باردين، وممكن نعوضوا هاد كاس الحليب حتى هو بكاس ديال الرايبي. يعني ممكن ما نديروش الحليب، نديرو كلشي رايبي. بسم الله غنكب كلشي. بعد ما درنا الحليب ورايبي جميله، غنضيف عليه ساشي ديال الكريم شونتي اولا كما قلنا الكلاص اولا الكريمه على حسب كل واحد شنو عنده. دابا غنطرب كلشي واحد 10 دقائق في الطراب، على حسب انا غندير العجانه، اللي عنده اي اداه يطرب بها، ومن بعد نكملوا ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا، بعد ما طربنا الكريمه مع رايبي جميله والحليب، غنزيد واحد الاضافه. ممكن تزيدوها ممكن لا، انا حيت كنت صيبته معكم الحليب المحلل اللي صيبت في الدار، وهذا غنضيف منه حتى هو كاس. الا ما عندكمش بلاصه تكتفيوا غير هكا، انا اصلا كنت غنديروا غير هكا، يلا تفكرت بانه عندي قلت ما كاين لا شي يضيع نستعمله. شافش الفيديو ديال الحليب المحلى، غنخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. غادي نضيفو دابا بسم الله. كما كتشوفوا معايا صدق 100%، يعني بحال ديال اللي كيتباع على برا، اولا نقولوا كاع حنا احسن، لانه مصيب في الدار مي ما داروش يديرو. نديرو واحد جهد كاس، لانه هو خرج ليا شي كاس ونص او جوج كيسان اللي خرج ليا. هادشي علاش خاصو يكون عندنا في الدار، يعني فيما نحتاجوه نلقاوه. اللي عنده يديرو واللي ما عندوش بلاش. انا ملي كنت غندير الوصفه كنت غنديرها بلا بيه، ولكن ملي تفكرت انه عندي في الدار قلت علاش ما نديروش، لانه كيعطي واحد النكهه زوينه في الكلاص. ما طرب معانا مزيان، دابا غادي نديرو هاد الغريفات ديال الرايبي. انا كنا ديجا يعني الوليدات كنا قبل البنيات خداوه وشربوه وخليت دوك الربعه هما اللي درتهم في الكلاص. دابا غادي نعمرهم وندير لهم هاد العويدات، راه كيتباعوا، غير سولوا عليهم راه موجودين. واللي ما عندوش اولا ما لقاهمش ممكن نديروا غير معلقه هكا صغار. انا هادشي علاش خديت هاد الغريفات صغار ديال الرايبي، باش يجوني الكلاص، ما بغيتش دوك الغرار في الكبار. غادي نعمرهم ونوريكم من بعد النتيجه. غنعمر كيسان ديال اللي غسلناهم ومسحناهم مزيان، حيدنا منهم الماء. بعد ما كنعمر نحاول نخبط باش لا كاين شي فراغ يمتلئ. غنكمل ان شاء الله ونرجع معكم. هادشي اللي خرج ليا 10 ديال الكيسان ديال الرايبي، هذا حجم صغير ماشي الكبير. واللي ما بقى درته هكا في السوبيره حتى نحطوه هكا في لي بول ديالو. المهم دابا الا ديت لي الجهه ديالها غنقطعهم داخل المجمد، ضروري تغطاو باش ما ياخذوش الريحه ديال المجمد. ندير هاد الويدات وغنغطيهم وندخلهم مجمد حتى لغدا ان شاء الله، واللي داروا في الصباح حتى الليل. بسم الله
بعد ما خليناهم ليله كامله في المجمد، هما كيعادوا معانا. راه كانوا عندي 10 البنيات، خداو وحده وحده لان ممكن نستعلكم غير هكا بلا كاع التزيين اللي غندير ليه ان شاء الله. غادي نوريكم واحد كيفاش غنحيدو. كنحاولوا هكا غير بيدينا، كياخد درجه الحراره شويه، كندفعوا الفوق، ما نجروش العود باش ما يتنصلش لينا بحال هكا. نرجعو تنفكهم كاملين، نبدا نزين. غادي نوري واحد اخر درجه الحراره ديال اليد ديالنا، نمركو الفوق. درت الشوكولاط في كاسرون، درتو على حمام مريم، يعني كاسرونه اخرى فيها الماء. منين داب معانا، دابا غادي ان شاء الله نديرو فيه داك الكلاص. هي واحد دوش غادي نغطسو ونخرجوه مباشره. الا ما وصلتنا شي بلاصه نقدروا نهزو بالمعلقه. كما كتشوفوا معنا دو اللي درت معكم البارح اللي تبقى لي من الكلاص اللي درنا، نقدمو على هذا الشكل. بسم الله. وصلنا لنهايه ديال الفيديو، كنتمنى تشجعوني وديروا لايك. دو الكلاص ديالنا كان ممكن لينا نقدموه بجوج طرق اولا ثلاثه، هكا في لي بول اولا هكا كلاص اولا بلا شوكولا. كلاو الدريات بلا شوكولا عجبهم. كنتمنى تشجعونا. وهذا بسم الله كنتمنى تجربو، جا بنين ولذيذ. وما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك وبارطاج مع العائله ومع الف سلامه وشكرا. طريقه الاحتفاظ به، لان ممكن نديرو كميه كثيره، نديرو هكا في شي سوبيره ديال بلاستيك لمحكمه الاغلاق. وندخلوه المجمد، والوقت اللي كنحتاجو كنجبدوه. هالكلاص اللي كيتباع على برا تماما.